حاتم، هذا الشوط 6 أشواط لكل لاعب في هذه المجموعة الأولى، ونتقرب من ساعة من المنافسة. واللاعب الحكم حكم الكرسي يختار كرة، لأن إحدى الكرات، لأن تستعمل 6 كرات في الملعب عند المباراة، إحدى الكرات ربما فيها مشكل أو الضغط الذي يكون في الكرة ربما منخفضا شيئا ما، لهذا يتم تغيير الكرة. ضربة قوية بالإرسال، النقطة الأولى في التاي بريك في شوط كسر التعادل لنادال. خطأ من نادال، كرة طويلة. نقطة لكل لاعب في هذا الشوط، شوط كسر التعادل، كل لاعب له نقطتين بالإرسال. إذن الصبر، الصبر من آخر الملعب، والوقت المناسب لتسديد كرة طويلة جدا بهذا الشكل من نادال. ناحية توزيع الكرات يمين يسار، 22 ضربة في هذا التبادل الأخير من آخر الملعب، وهذا يطلب مجهود كبير من كل لاعب، مجهود بدني. نلاحظ يتنفس بسرعة اللاعب نادال، يأخذ شيئا ما من الوقت قبل تسديد هذا الإرسال. 3-1. ضربة هائلة، ضربة جميلة جدا من فيرداسكو. أيضا هذه الكرة الأخيرة عرضية تخرج نادال في الجهة اليسرى. تحسن بكثير المستوى منذ 3 أو 4 أشواط الآن من جهة اللاعبين. 3-2 لنادال.
وصول سريع للشبكه لختم هذه الضربه لهذه الكره بضربه الفورهاند فولي. ثلاث نقاط لكل لاعب و تغيير الاماكن. الان نلاحظ ضربه سريعه جدا، نلاحظ كيف ياخذ هذه الكره في اعلى مستوى بالباكان في صعودها، نلاحظ وتتبع هذه الكره الى الامام وكره سهله، كره سهله بالفورهاند فولي من جهه فيرداسكو. الخطأ من نضال، عليه الانتباه، نقط مهمة الآن، عدم التحكم في هذه الكرة الأخيرة من جهة نضال. 4-3 لفيرداسكو، كرة قصيرة جدا من نضال من فيرداسكو والخطأ، الخطأ. الخطأ مرة أخرى، الخطأ من نضال، خمس نقاط لثلاثة، عليه الانتباه نضال في هذه اللحظات، لحظات مهمة جدا والضغط على أكتاف رافاي نضال. خطأين على التوالي. إذا في هذا 12 نقطة الأخيرة فاز فيرداسكو بتسع نقاط وثلاثة فقط لنضال، إذا المعدل منخفض جدا. فيرداسكو تحدي، يطالب من تحدي قرار الحكم، استعمال جهاز عين الساقر. السيد علي يقول بأن الكرة خارج الملعب ومحقا، محقا الحكم. إرسال ثاني. المزدوج، الخطأ المزدوج، وهذا هو الرابع أظن أو الخامس في هذه المجموعة الأولى. خمس نقاط لكل لاعب، فعلا خمس أخطاء مزدوجة وواحد فقط لنضال منذ بداية هذه المباراة. ضربة سريعة جدا واختيار ممتاز
اختيار جيد من جهه اللاعب رافاي نادال، ضربه عرضيه بالباسنج شوت، نلاحظ استعمال التوب سبين لرفع هذه الكره، وايضا نلاحظ بان تسرع شيئا ما من جهه فيرداسكو للصعود الى الشبكه، لم نرى ذلك من قبل، ولماذا التسرع في هذا التوقيت من المباراه؟ 6-5 لنادال. إذا نضال أخيرا أخيرا يفوز بالشوط، كسر التعادل وبهذه المجموعة الأولى. إذا المستوى صراحة مشاهدين الكرام لا يقنع، متوسط جدا جدا من طرف اللاعب.